وصف بأبي المساكين وأخذ مكانه العالي بين المؤمنين المبكرين، هاجر الهجرتين وعلم المجاهدين، فهو من وزراء الرسول والمتحدث اللبق والموفق باسم الإسلام. جمع بين روائع الفضيلة والعظمة لما لا، وهو القريب والحبيب والشبيه برسول الله. هو أمير جيوش المسلمين، استشهد وهو يحمل راية الدعوة. وقفتنا اليوم أمام الصحابي الشهيد السيد جعفر بن أبي طالب، صاحب الجناحين، طيار الجنة. هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله، وهو شقيق الصحابي علي بن أبي طالب، واحد من خريج مدرسة النبوة المباركة. فهو القرشي الهاشمي الملقب بالطيار، هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش في مؤتة، فحمل الأمانة وتقلد المسؤولية. ما تأثير المحيط والبيئة التي نشأ فيها الصحابي جعفر بن أبي طالب في إسلامه؟ سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخو سيدنا علي ابن أبي طالب. أبوه أبو طالب ابن عم الرسول عليه السلام، من أوائل من دخل الإسلام، كان طفلا صغيرا دخل الإسلام عن اقتناع. أسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. في اليوم الذي أسلم فيه سيدنا جعفر أسلمت معه زوجته، وهو أحد الذين تربوا في المدرسة النبوية المباركة. عندما دخل الإسلام لم يكن الدخول لمجرد رغبة لحظية أو اندفاعية بتاعت الشباب، لا، وعن اقتناع تام بما كل كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هو مدرسة إسلامية محمدية بيتربى فيها، فطلع هذا الطفل على هذه التربية. فهذه الفترة الطويلة كلها كانت في مدرسة النبوة، سياسيا وعسكريا وفي حتى في الجوانب الاجتماعية والإدارية. فأصبح جعفر بن أبي طالب شابا يمتاز ببطولات عسكرية غير عادية، بتضحيات، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله قائدا للمسلمين في إحدى الغزوات المعروفة، يعني ليست غزوة بسيطة، لا، غزوة مؤتة التي كانت مع الروم. اتصف بالمبادرة والإقدام إلى الخير، حيث هاجر إلى الحبشة، واستطاع بفراسته إقناع النجاشي ملك الحبشة بالأمر الذي بعث به، وبين له الصورة الحقيقية للدين الإسلامي. بعد أن هاجر إلى الحبشة وقابل النجاشي وكانت المحادثة العظيمة، كيف أثر الإسلام في هذه الشخصية لكي يصبح مفوه وخطيب بهذا الشكل؟ ظهرت فصاحة سيدنا جعفر وبلاغته وحكمته وفهمه للقيم الإسلامية العظيمة حين تحدث مع الملك النجاشي وقال له: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الجوار ونسيء الأرحام، حتى بعث إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وأمانته وصدقه وعفافه. ولقد تأثر الملك النجاشي بهذا الكلام تأثرا عظيما، حتى أنه أعلن إسلامه بعد ذلك. في موقف آخر، لما حاول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذلك قبل أن يدخل الإسلام، وحاول أن يحدث فتنة بين سيدنا جعفر ومن معه من المسلمين وبين ملك النجاشي حتى يردهم إلى مكة. لازم نعرف مين اللي كان على رأس الكفار في تلك الفترة. من بينهم عمرو بن العاص. عمرو بن العاص الثعلب. نعم. استاذ في العرض. تخيل لما هنا جعفر بن ابي طالب يتغلب عليه في العرض، مما جعل النجاشي يدمع. مناظرة قوية. ويقول هذا الإسلام، هذا دين الحق. هنا فطنة وذكاء وبراعة الصحابي جعفر بن ابي طالب في اختيار الآيات، في اختيار المصطلحات التي خاطب بها النجاشي ومن معه. نعم، قال له الملك النجاشي:
ائتيني بما معك مما جاء به نبيكم. فقال له جعفر وهو يقرأ عليه صدر سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال له: إنما جاء به نبيكم، هو الذي جاء به عيسى عليه السلام، إنما يخرج من مشكاة واحدة. كان رد النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جعفر بن أبي طالب أيضا، وكانت هدية النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها للنجاشي أيضا عن طريق جعفر بن أبي طالب. فهذا ملمح من ملامح إدارته أو قيادته أو إمارته للمسلمين في فترة الحبشة. كان يتصف جعفر بجوده وكرمه وكثرة إنفاقه في الخير وبعطفه على المساكين، حتى أن رسول الله لقبه بأبي المساكين لكثرة عطفه عليهم. في وقت من الأوقات يعني يترك كل الدنيا ويبقى شغله الشاغل الفقراء والمساكين ويترك كل هذه المتعة، هل كان وراء الجانب ده جوانب دينية، جوانب تربوية، جوانب نفسية، إن هو يكون دائما شغله الشاغل المساكين والبسطاء؟ إن هو شغله الشاغل الجنة، هو بيدور على الآخرة، فهو شايف إن أي عطاء سيسهل له آخرته، لدرجة إن لما في أيام كان في ضنك شديد وفقر شديد كان بيسخن المعول لمجرد حتة نفسية، إيحاء إن في أكل جاي عشان الأطفال تنام. هو أبو المساكين، كان يأخذ المساكين ويجمعهم ويذهب بهم إلى بيته ليطعمهم حتى ما يبقى شيء في بيته، ولذلك لقب بأبي المساكين، فكان يحنو عليهم ويعطف على المساكين ويحدثهم ويحدثونه ويجلس معهم، وكان يحبهم، فلقب بين الصحابة إلى الآن وإلى يوم القيامة بأبي المساكين. كان يتصف بالشجاعة والإقدام، وقد ظهرت شجاعته جالية في غزوة مؤتة، حيث قدم فيها نموذجاً صعب التكرار، وحين استشهد وجد في جسده أكثر من 70 طعنة، فشجاعته لا تعرف الخوف وجوده لا يعرف الفقر. استشهاد الصحابي جعفر بن أبي طالب سطر ملحمة في البسالة وملحمة في الإقدام والشجاعة والتمسك براية الإسلام حتى الرمق الأخير. استشهد سيدنا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة وفي يوم مؤتة، لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت سيدنا زيد بن حارثة، قال: إذا مات زيد فليمسك الراية بعده سيدنا جعفر. ولما جاءته الضربة في يده اليمنى التي يمسك بها الراية أمسك الراية بيده اليسرى، ولما ضرب في يده اليسرى أمسكها بعضديه حتى يرفع راية الإسلام فلا تقع أبدا. عندما مسك الراية بعد زيد وفاة زيد، ثم قال له جعفر اللي عليه يمسك الراية، سكها بإيده اليمين قطعت، سكها بإيده الشمال قطعت، راح ماسكها ضامم عليها بصدره حتى وفاته. يقول عبد الله بن عمر: وجدنا في جعفر بن أبي طالب 90 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. هذا يدل على بسالته وشجاعته في القتال، وكل هذا العدد الذي عده الصحابة فيه كان في ناحية الإقبال وليس في ناحية الإدبار، يعني لم يجدوا طعنة واحدة في ظهره أو ضربة في ظهره، إنما كلها كان من الأمام، فده دلالة على أنه كان مقبلاً على المعركة وليس مدبراً حتى استشهد. إصرار هنا وقوة وتمسك براية الدين، إن أنا بحارب عن اقتناع، مش مجرد إن حد أعطاني فكرة وأنا متذبذب فيها أو حد ضحك عليا بكلمتين وانا مثبت، لا، انا مقتنع بهذا الفكر الديني، انا مقتنع بهذا الفكر الاسلامي، انا مقتنع بالاسلام وبرايه الاسلام، واموت من اجل هذا الاسلام.
جاءت غزوة مؤتة بالعديد من طعنات الرماح والسيوف لتكون جسرا من الشهادة، عبر من خلاله الصحابي جعفر بن أبي طالب إلى جوار ربه ليرحل أحد فرسان الرعيل الذي صاغ ضمير الإنسانية.